فضيلة الشيخ، إذا وقفت في صلاة الجماعة وكان جاري تنبعث منه رائحة الدخان، فهل يمكننا أن أغير مكاني بعد تكبيرة الإحرام وأقف في مكان آخر إذا تضايقت من هذه الرائحة؟ إذا صف إلى جنب الإنسان من فيه رائحة كريهة من دخان أو بصل أو ثوم أو عرق أو غير ذلك، وكان يشق عليه أن يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، فله أن يخرج من صلاته ويذهب إلى مكان آخر. ولكن بعد بيان هذا الحكم نقول لكل من فيه رائحة كريهة إنه لا يحل له أن يأتي إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة أن يأتي إلى المسجد، فقال لا يقربن مساجدنا، وأخبر أن ذلك يؤذي الملائكة. وكانوا إذا أتى أحد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أكل بصلا أو ثوما أخرجوه وطردوه إلى البقيع، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يأتي الإنسان إلى المسجد وفيه رائحة تؤذي المصلين أو الملائكة، وأن لأهل المسجد الحق أن يخرجوه من المسجد.